أديب بوصفيحة ينال منه الإرهاب الغاشم راح ضحية عملية الدهس بنيسا الفرنسية، يعود إلى الرباط جثة هامدة مخلفا جرحا غائرا لدى الأهل والأقارب الذين كانوا ينتظرون قدومه لزيارتهم كل صيف. رضيت بما اقسم الله لي وفوضت أمري إلى خلقي، هذه جنازة الأبطال، أديب كان شهيد، مات شهيد، أديب شجاع في وضرة لصيب. الراحل كان متزوجا وأبا لطفلين، يقطن بالديار الفرنسية منذ 3 عقود. ووري جثمانه ترى بالرباط شهيدا بإذن الله، لا إله إلا الله، اللهم اقبله من الشهداء. ونود أن نشكر صاحب الجلالة على العناية الكريمة. صعوبة الفراق حزن مضاعف والأمر يتعلق بغدر الإرهاب. رحل أديب وخلف أسى عميقا لدى الجميع، ويذكر أن عملية نيسا الإرهابية خلفت 84 قتيلا وعشرات الجرحى، منهم 4 مغاربة.